بعد غياب طويل ومشاكل مع منظمات فنون القتال المختلط، عاد البطل المغربي إلياس بولعيد بانتصار ساحق. كان إلياس بعيداً عن الحلبة لعدة سنوات بسبب مشاكل قانونية مع منظمات فنون القتال المختلطة الرائدة مثل بيلاتور ويوأي ووريورز، لكنه عاد بقوة في هذا الحدث، محققاً فوزاً مثيراً على خصمه القوي، ويرفع رصيده إلى 5 انتصارات و0 هزيمة. إلياس هو بطل العالم بالكيك بوكسينج السابق مع منظمة إنفيوجن، لذلك فهو المرشح للفوز على خصمه سابا سوزاشفيلي الجورجي والمختص في القتال الأرضي. بدأت المعركة بشكل محتدم مع تبادل المتنافسين للضربات في وضعية الوقوف، ومع ذلك سرعان ما نجح بولعيد في إسقاط خصمه على الأرض. بمجرد أن تمكن من احتلال وضعية متميزة، بدأ بولعيد في تسديد ضربات قوية إلى رأس خصمه. كان الانتصار لحظة مهمة لبولعيد الذي تعرض لمحنة صعبة في السنوات الأخيرة. لقد عبر عن امتنانه للجماهير على دعمهم، وقال إنه متحمس للعودة إلى الحلبة والمنافسة مرة أخرى على أعلى مستوى. بالعودة إلى الحلبة، أرسل بولعيد رسالة واضحة إلى منظمات فنون القتال المختلطة بأنه لا يزال قوة يجب حسابها. إنه مصمم على تحقيق النجاح مرة أخرى، وأثبت أنه لا يزال أحد أفضل المقاتلين في هذه الرياضة.